والدرجات النارية. يا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدأ أي شيء أنا أبغى أعرف إيش البروشات اللي عندك. أوكي، أول شيء ما شاء الله هذه طبعا بنات، إحنا نسميها بنات جمع بن، هذه للمشاركات والفعاليات المحلية والداخلية والدولية في كل المهرجانات سواء مستوى الخليج ومستوى الدول العربية وكذلك في أي مشاركة بلوجو. أي مشاركة عادة اللي يسوي المهرجان يقدموا هدية بن أو باكج من ضمن الباكج البن هذا تذكار يبين للرحال إنه زار المدن هذه والدول هذه. اليوم الحديث عن هذا الفريق ممتاز، نبغى نتحدث عنه ونتحدث عن تأسيسه والفكرة من تأسيسه والجمع ما بين الهواية وما بين هذه التنظيمات اللي يدخل فيها الأعمال الإنسانية وأيضا الوطنية. في البداية احنا فريقنا أنشئ في 2014 كفريق هاوي زي أي هواية ثانية، كرة القدم، السباحة، الدراجات الهوائية. بعدين في السنوات الأخيرة لاقت هذه الهواية اهتمام من المجتمع ومن الجهات اللي هي الدراجات النارية. الدراجات النارية خصوصا يعني إنها هي يعني مرغوبة يعني في كل دول العالم الحقيقة. فبناء على هذه الهواية طورنا نفسنا، سجلنا الفريق في الاتحاد السعودي، بدأنا ناخذ دورات تدريبية، دورات في السيفتي في الإسعافات الأولية، بدأنا ننظم الفريق، نطلع، نسافر، نروح. الفريق يعني مكون من فئات عمرية متعددة، عندنا من السن العشرين إلى السن 54 سنة بايكري، فينا المهندس، فينا الطبيب، فينا المدرس، فينا يعني الدكتور، فينا كل فئات المجتمع. لاقت الهواية هذه حب المجتمع لهذه الهواية، فبالتالي جات المؤسسات والجمعيات الإنسانية والتطوعية والخيرية باستقطابنا في مشاركتهم في محافلهم. جميل. طيب أعضاء الفريق كيف بيتم اختيارهم أو كيف بينضموا لكم؟ العضو الفريق ينضم للفريق معانا، يطلع معانا رايد أو رايدين إلى 3 رايدات، نتأكد من أخلاقه، نتأكد من لبسه للسيفتي، إجراءاته، نعم، فنتأكد من دراجته. فإذا شفنا ما شاء الله يعني البايكري يعشق هذه الهواية ومستعد إنه يشارك معانا ويسافر معانا ويروح، ينضم معانا للفريق بعد تسجيله في الاتحاد السعودي. وماخذين وسائل السلامة، وأيضا يعني خلينا نتكلم على هذا التنظيم اللي ينعكس على الأخلاقيات وأيضا الأدوات اللي يستخدمها الفرد المنضم للفريق. نعم، إحنا كمواطنين سعوديين لازم نمثل وطننا في الطريق، إحنا لابد أن نظهر الوجه الحسن لهذه الهواية. طيب الحديث عن الرسالة اليوم، يعني هذا التجمع صار فني وصار الناس يحبونه يشوفونه، يعني هالهواية انعكست أنها تكون مشاهدة. نتكلم على جائحة مثل كورونا، إيش قدم الفريق فيه أو كيف تعامل معها أيضا الفريق، لا على مستوى المنع اللي حصل أكيد أنه قلص النشاطات، ولا على مستوى الرسالة التثقيفية وأيضا التوعوية. نعم، إحنا طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام والسناب والتويتر فيسبوك أرسلنا بوستات، في البداية كلنا مسؤول، نبيها صفر، خلك في البيت. فحاولنا نتواصل إحنا مع البايكري إنه نلتزم في بيوتنا في البداية. ففي الأيام الأخيرة هذه فك الحظر في أوقات معينة، أصبح الخروج فرادة يعني فردي إلى أن ننتهي من هذه الجائحة بإذن الله. طب لو تكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهكم. مشاكل كثيرة الحقيقة تواجه البايكري في الطريق، خصوصا نقول هواية دخلت في 3 سنوات الأخيرة. بعض الأشياء اللي تواجهنا مثل المجتمع لسه ما تثقف الهواية هذه إيش هي، الدراجة هذه إيش هي، الدراجة هذه أسعارها من 50,000 إلى 130,000، الدراجة هذه مين اللي راكب الدراجة هذه، راكب الدراجة هذا أخ، أب، يعني الآن أم أن تقود دراجة، فما هم فاهمين إيش الدراجة، فكر إن الدراجة هذا راكب الدراجة هذا لا واحد يتسلى وفاضي كذا، بينما يقدم رسالة سامية الحقيقة. هذه كلمة وش ذا الفاضي اللي طالع لي في الدراجة يعني ضايقكم، إضافة إلى إنه المفهوم اللي تبغى توصل اللي يعتقدون إنه هواية يعني فارغة، لأنه يعني أسمع إنه لها انعكاسات حتى نفسية وانعكاسات أيضا جسدية ورياضية. جميل هذا السؤال الحقيقة، ونحن حلينا الموضوع هذا. كثير من البايكرية اشتروا دراجاتهم، أهاليهم ما يدروا أنه قائدين دراجات،
فيوقف دراجته إما في المعارض مواقف الدراجات أو عند أصدقائه. فبعد مشاركتهم في الفعاليات الوطنية والإنسانية والخيرية والتطوعية أصبح أهلهم عرفوا فأصبحوا يشجعوهم في تقبل الآن.